للحديث أكثر عن آخر التطورات في غزة سياسيا وميدانيا وعسكريا معنا عبر سكايب من إسطنبول الأستاذ بشار شلبي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني، وأيضا عبر سكايب من إسطنبول العميد عبد الله الأسعد الخبير العسكري السوري. أهلا بكما. لو بدأت معك أستاذ بشار، هناك تفاؤل ربما فيما يخص تقدم المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار، كيف تنظرون لسير هذه المفاوضات؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم وتحياتنا للمشاهدين الأعزاء. حياكم الله. واضح تماما أن مسار المفاوضات مرتبط بحجم التوتر الذي يتم الآن واللي نشهده بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو وحكومته الأشد تطرفا، لأن نتنياهو لا يخفي أنه لا يريد أن يصل إلى وقف لإطلاق النار، ولا يخفي إصراره على المضي باجتياح رفح بكل صلف وعنجهية. ورغم أن المقاومة وحركة حماس أعلنت وبشكل صريح وواضح موافقتها على المبادرة القطرية المصرية أو على الورقة والصيغة القطرية المصرية التي علم بها وبتفاصيلها ويليام بيرنز، إلا أن ذلك لم يمنع الكيان الصهيوني من الرفض ومن اجتياح جزء من محور فيلادلفيا وصولا إلى معبر رفح، ولم يمنع الإدارة الأمريكية من أن تبرر هذا الفعل الإجرامي من طرف الحكومة الصهيونية، رغم أنها شريكة وتعتبر نفسها طرف أساسي في تقدم المفاوضات وفي الوصول إلى حالة يتم من خلالها وقف إطلاق النار وتبادل للأسرى. إذا نحن الحقيقة اليوم في محطة حرجة يصعب فيها القول أن الأمور تتجه إلى التفاؤل، وبينما في الحقيقة نحن أمام احتمالات متساوية ما بين التقدم للأمام وما بين البقاء في نفس المربع الذي وصلت إليه الحالة اليوم. نعم أستاذ بشار. أستاذ سيادة العميد عبد الله، يعني عندما يكون هناك مفاوضات ليس هناك نصر بالمطلق على الأرض بحسب ما يقول المنطق وحسب ما يرى محللون عسكريون، يعني الاحتلال قال إن أهدافه الرئيسة من هذه الحرب على قطاع غزة هو القضاء على حماس، ولكن كيف تنظر إلى موقف حماس العسكري؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. حياك الله. يعني في الواقع في المفهوم العسكري وقانون الحرب وقانون التفاوضات، حدود الطاولة تحددها أصوات المدافع وقوة إحراز تقدم على الأرض. في الواقع يعني هذه الأشهر تقريبا السبعة التي مضت لم نجد يوما من الأيام بأن إسرائيل حققت أي تقدم على جميع المجالات، لا على يعني سبيل القضاء على حماس، ولا على سبيل استرداد أي من الأسرى الموجودين، ولا تحقيق يعني هدف هجوم باتجاه تجمع لفصائل المقاومة على اتجاه هجومها. ولم تستطيع خلال هذه الفترة حتى استطلاعيا واستخباراتيا أن تقوم بتحديد تجمع للفصائل والقضاء على مجموعات من هذه القوات، ولا خسارها أو استئصال قوتها القتالية أو تدمير جزء من قدرتها القتالية كإخراج خارج المعركة. نحن لدينا في العلم العسكري يعني موضوع الهجوم على عدو مدافع يعني يعتبر هناك أنواع، نوع هو التدمير ومن ثم الإبطال ومن ثم التخريب ومن ثم الإخراج خارج ميدان المعركة، يعني تدمير جزئي وتدمير كامل. في الواقع لم تجد يوما من الأيام بين القوى العسكرية التي يتفاخر فيها الصهاينة بأنها قادرة على اجتذاذ كل من يقف في وجهها أن تقوم بدحر أو إيقاف أو توقف هؤلاء المقاتلين عن الرمايات أو الصد للدبابات المتقدمة أو الاستكانة لعناصر الهندسة الذين يقومون حسب مفهومهم مثلا بتفجير نفق أو فتحة نفق أو غير ذلك، وإنما وجدتهم يتخبطون في يعني عدم معرفة تقدير الموقف
لقوات الفصائل المدافعة حماس، على الرغم أن فصائل المقاومة الفلسطينية لم يكن لديها يعني جهاز دفاع محصن تحصين كامل، وإنما عبارة عن عناصر مشاة خفيفة ار بي جي وبندقية ميم دال، عبوات ناسفة، يقومون بالتحرك بسرعة كبيرة جدا وبمناورة مذهلة بالتقدم باتجاه القوات المتقدمة، ويعني إفشالها وخسارتها من القوات وإخراجها خارج المعركة، مما أثر على تركيز الجهود الرئيسية باتجاه يعني جهد الرئيسي للهجوم للقوات الكيان الصهيوني. هذا الفشل الذريع، هذا الفشل الذريع أجبر، يعني أنا أقول دائما نحن نسمع مثلا مفاوضات تجري الآن مثلا برعاية مصر وبعض الأطراف الأخرى، وأحيانا يأتي وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكي، وأحيانا رئيس المخابرات الأمريكية مثلا يأتي إلى مثلا إسرائيل، ويأتي إلى مصر، ويأتي إلى دول المنطقة. هذا الموضوع ليس أمر سهل، هذا الموضوع يدل على أن هناك تشبث كبير جدا في الرأي، في الرأي، هذا التشبث في الرأي ليس من فراغ، وإنما من تقدم على الأرض. هذا التقدم تقدم يعني حصل عليه هؤلاء المقاتلين سريعي المناورة الذين يعتمدون على المعركة القريبة التي يبطل فيها مفعول الطيران ومفعول المدفعية ومفعول صواريخ أرض أرض وأي نوع من أنواع الرمايات، سواء كانت رمايات تمهيد أو رمايات مرافقة نارية أو سد ناري أو ستارة أو مرافقة، كل هذا فشل. فلذلك المفاوضات الموجودة تجد بأن الجانب الفلسطيني قوي متشبث بالطلبات، والصهاينة يريدون طبعا، وهذا يعني فعلا هو يعني غيث او كما يسموه احلام يعني بائده، بانهم يعني يريدون مثلا تشبث الموضوع البقاء على مثلا مجموعه من الاسرى لا يريدون ان يخرجونها من السجون، وهذا حدث. هناك اسرى يريدون ان لا يخرجوهم، لان هؤلاء مثلا منهم من هم ذو فكر عسكري ومنهم له تاثير على يعتبروه على أمن الكيان. اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ بشار من نقطة يعني كل الأطراف. أستاذ بشار، في إسرائيل يريدون التوصل لوقف إطلاق النار ما عدا رئيس الحكومة، ما عدا نتنياهو. هناك تعنت واضح، لأن على ما يبدو مثلما يرى مراقبون أن هذا لو كان قد وافق لانتهى، لتم إنهاؤه سياسيا. ولكن إلى أي مدى سيستمر هذا التعنت من وجهة نظرك؟ الحقيقة أنه ظاهريا التعنت ورفض الوصول إلى وقف إطلاق النار يتصدر نتنياهو وحكومته الأشد تطرفا سموتريتش وميكفير، لكن إذا عدنا إلى عمق الموقف الصهيوني من الجيش ومن الحكومة ومن النخب القيادية في المجتمع الصهيوني، إذا عدنا إلى كل ذلك ندرك بأن هذا الكيان يعيش في أزمة حقيقية منذ 7 أكتوبر، وتعمقت هذه الأزمة كلما تقدم إلى الأمام في مجازره وجرائمه مقابل صمود الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات المقاومة. ولذلك الحديث في الحقيقة أن وقف إطلاق النار ونهاية الحرب هي أزمة حقيقية للكيان الصهيوني، وإن كان الأبرز في الظهور هو نتنياهو لاعتبارات جزء منها شخصي، لأنه سيدفع ثمنا شخصيا عند وقف الحرب، أو لأسباب متعلقة بالوضع السياسي لأن الحكومة ستنهار إذا توقفت الحرب. لكن إذا نظرنا للأمر استراتيجيا فهناك أزمة حقيقية، نحن نتحدث عن مواجهة بين قوسين تسمى حرب غير متناظرة، نحن نتحدث عن حالة الكيان الصهيوني يعتبر منتج غير طبيعي، منتج وهمي أنتجته الحضارة الغربية والقوة الصهيونية والقوة الأمريكية والقوة الغربية، وبالتالي هو لا يحتمل كما قال العديد من الخبراء وفقهاء التطور الدولي أن هذا الكيان لا يحتمل هزيمة واحدة،
بالتالي نحن لا نتحدث عن حالة نتنياهو لوحده ولا عن حالة الحكومة، بل نتحدث عن حالة الكيان الذي لا يعرف ماذا يريد ولا يستطيع أن يقتنع بما تقترحه عليه أمريكا التي تتفق معه بالأهداف الجوهرية التي أعلنها من القضاء بين قوسين على المقاومة وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة وعدم وجود أي تهديد لاحقا من قطاع غزة واستعادة الأسرى. أنا أقول لك وبكل وضوح أن الأزمة العميقة التي أصبح الكيان يعيشها منذ 7 أكتوبر وتعمقت مع كل يوم يتم في مجازر ويتم في جرائم، هذه الأزمة حقيقة هي أزمة وجودية للكيان الصهيوني، وبالتالي هو لا يدرك كيف يمكن أن يحلها. هل وقف إطلاق النار يحل أزمته؟ بالتأكيد لا. هل استمرار الحرب يحل أزمته؟ بالتأكيد لا، لكن استمرار الحرب يشكل طوق نجاة مؤقت أو عملية تأجيل للوصول إلى قرار، وهذه هي الحقيقة التي نشهدها الآن. وبالتالي الأقرب إلى منطق التفكير الصهيوني وحتى الأمريكي أننا أمام محاولة إدامة للحرب حتى لو كانت بأشكال مختلفة، حتى لو كانت بصور غير تقليدية، بمعنى لا تنتهي الحرب ولا يتم اجتياح بشكل صريح وواضح ويعني ضحايا كثير، وهكذا هذه العملية هي المتاحة أمام الكيان الصهيوني التي نتجت كما قلنا عن عميق الأزمة التي وجد نفسه فيها منذ 7 أكتوبر. نعم نعم. بعض المراقبين، أنتقل إليك أستاذ سيادة العميد عبد الله، بعض المراقبين يقولون بأنه الكيان الصهيوني لا يخشى أي محاسبة دولية، أي محاسبة من أي محكمة دولية، ولا يخشى أي عواقب، لأنه بكل بساطة يتفقون مع طرح الأستاذ بشار لأنه كيان أنتج بشكل غير طبيعي من قبل الغرب، ولذلك هو يقوم بكل قتله وجرائمه بثقة. ترى أين ستدفعه هذه الثقة من خلال محاولات اجتياح رفح؟ يعني طبعا يعني كلامنا وافق مع الأستاذ بشار في الواقع. طبعا أضف إلى أنه يعني يضرب بالقوانين الدولية واتفاقيات الدولية خارج وراء ظهره. في الواقع ليس هذا المهم، المهم بأن هذا الكيان الآن الدول التي يعني بعض الأحيان تتحدث بهامش بأن نحن أوقفنا إسرائيل، أوقفنا شحنة السلاح لإسرائيل لأن تريد أن يعني تجتاح رفح أو غير ذلك، لا، ليس هذا الهدف. الهدف هو البقاء على إسرائيل قائمة على رجليها، لأن هذا الكيان هو قائم على العدوان بشكل دائم. يعني ترى هناك خطة استراتيجية الآن، يعني بعد 50 عام، بعد 50 عام من الخطة التي بنتها إسرائيل لهدف معين، مثلا هي ترويج نفسها في المنطقة، الآن 50 عام، يعني من 7 أكتوبر 1973 ل 7 أكتوبر 2023، 50 عام، أصبح لديها هدف استراتيجي آخر. هو الهدف، طبعا هذا الهدف هو يعني القضاء نهائيا على حماس وإخراج كل الفلسطينيين خارج هذه الأرض. لكن يعني بين قوسين كما يقال، حساب السرايا ما أجى على حساب القرايا، هذا مثل عامي يقولونه. لم ينجح نتنياهو بأن يعني بما يرتئيه وما يصبو إليه بأن يقوم بتدمير هذه الفصائل في 6 أيام، في 6 أيام، ويقول انتهينا في عملية محددة. في الواقع يعني إسرائيل الآن، طبعا نحن لا نريد أن نتكلم موضوع المحكمة الدولية، المحكمة الدولية هي يعني لم تكن يوما من الأيام يعني قادرة على تنفيذ ما يتم الحكم به على أرض الواقع إلا على الضعفاء. إسرائيل خلفها طبعا دول غربية، أشار إليه الأستاذ بشار، طبعا وراءها دول، هذه الدول هي التي تدفعها للبقاء. لماذا؟ لأن إسرائيل لا تحتمل حرب طويلة، ووجدنا الآن إسرائيل تحتمل
ويدوم القتال أكثر من يعني من 6 أشهر، هذا من ناحية. الناحية الثانية عدم قدرتها على نقل المعركة إلى خارج أراضيها، مع الدول العربية كانت تنقل المعركة فورا إلى أرض الغير. الآن غزة، قطاع غزة ضمن الجسد، يعني تجاوز أن نقول ضمن جسد الكيان الصهيوني. طبعا الكيان الصهيوني هو الجسد الغريب، وغزة هي يعني الخنجر الذي يعني يضايق القادة الصهاينة، القادة الصهاينة الذين هم يعني رؤساء عصابات شتيرن وهاغانا وكيبوتسات، هذه التي بدأت من صموئيل هرزل وشامير وشارون وإلى نتنياهو. هؤلاء يعني دائما يعني يتغذون بنجاحاتهم وكيانهم على القتل والتدمير. أيضا التجمع، أسميه هنا تجمع الكيان الصهيوني، هو تجمع. لماذا تجمع؟ لأنه جاء من روسيا، الاتحاد السوفياتي، من النمسا، من دول من المغرب العربي، من اليمن، من بريطانيا، من ألمانيا. هذا التجمع في الحرب الطويلة، نجد الآن حوالي 1.25 مليون مستوطن الآن يعني عادوا بجوازات سفرهم الأوروبية إلى أوروبا، لأنهم هؤلاء عندما جاءوا من دول أوروبا طبعا يعني طمأنوهم بأنهم أنتم محميين في المستوطنات بالسور والبرج وغير ذلك. ما رأوه الآن من 7 أكتوبر حتى الآن أن المستوطنات والمستعمرات أصبحت مشاع. أضف إلى ذلك الفشل الكبير الذي طبعا تشعر به الدول الداعمة، بأن هناك نضوب كبير في الذخيرة. إسرائيل الآن تعرض إلى نضوب في الذخيرة. يعني تصور أن الدول التي كانت تدعم أوكرانيا حولت جزء كبير من الذخيرة إلى الكيان الصهيوني. كل هذه المعطيات يعني أعطت انطباع، هذا الانطباع انطباع يعني فيه نوع من اليأس، وحتى ليس نوع، يأس كامل. يأس كامل بأن هذا الكيان الذي يتحدث قادته الصورة، من وزير دفاعه، من قادة متقاعدين، من استخباراته، من قوات استطلاعي، بأننا فشلنا فشلا ذريعا في غزة، وإذا ما اتجهنا باتجاه رفح سيكون الفشل مضاعف. شكرا، وستدمر إسرائيل، وإسرائيل غير قادرة على حماية نفسها بنفسها لولا أن هناك دول تدعمها وتقويها على الوجود. أضف إلى ذلك يعني لو كان هناك إرادة، أنا لا أتكلم عن أحد، وإنما هناك إرادة قوية، فلسطين المحتلة عمقها، إذا جئنا من الشرق إلى الغرب، عمق فلسطين يعني التي يحتلها الكيان الصهيوني الآن، تستطيع مدفعية الدول العربية المجاورة أن تطول كل جزء في فلسطين. يعني مدفعية الحديثة المحمولة الكوفزديكا والأكاسيا تستطيع أن تغطي كل الأراضي الفلسطينية. نعم شكرا، شكرا جزيلا، ولكن للشجاعة، ومن الجنوب ولكن الشرق تستطيع أن تدمر إسرائيل. الآن ولكن للشجاعة رأي آخر. يعني تعتمد كما كان شكرا سابقا، حرب أيام الستة. نشكرك، شكرا جزيلا. يعني هزمت فيها دول. الآن نعتذر. حرب الشهور السبعة التي أشرفت على الشهور السبعة، وهي شكرا سيادة العميد عبد الله. أصلا على أنا مضطر إلى أن أنهي هذا الحوار في بانوراما رافدين. نشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول العميد عبد الله الأسعد الخبير العسكري السوري. نعتذر لضيق الوقت سيادة العميد عبد الله الأسعد، وشكرا جزيلا للأستاذ بشار شلبي عضو الأمان العام للمؤتمر الشعبي الفلسطيني.